فيديو النهاردة هنشرح فيه منهج ديسكفر لكي جي 2. هنشرحه بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعرف ازاي نوصله لولادنا بطريقة سهلة جدا. تابعوني لاخر الفيديو عشان هنعرف مع بعض ايه الكلمات الشفوي والكلمات التحريري اللي المفروض الطالب يعرفها. شابتر 1 بعنوان Who am I؟ يعني من انا. يلا بينا نتعرف مع بعض على الكلمات اللي في شابتر 1 اللي هخلي ابني وبنتي يحفظوها عشان لما يخشوا المدرسة يكونوا عارفينها ويسمعوا المس وهي بتقولها، ما تكونش الكلمات جديدة عليهم ويكونوا متابعين مع المس. اول كلمة هنتعرف عليها سيم، يعني متشابه. لو بصينا في الصورة هنلاقي two squares، مربعين، والمربعين متشابهين زي بعض، لونهم لون بعض، عشان كده بقول عليهم same يعني متشابه. different يعني مختلف. لو بصينا في الصورة هنا two circles يعني دائرتين، الدائرة الأولى لونها مختلف عن الدائرة الثانية، عشان كده بقول different يعني مختلف. draw خدناها كتير السنة اللي فاتت وهتتكرر معانا السنة دي، معناها ارسم. draw shapes يعني أشكال. تعالوا بينا نتعرف على الأشكال. square يعني مربع. circle دائرة. triangle يعني مثلث. your face وجهك. my face وجهي. يا ترى لو حبيت ارسم وجهي my face هلاقي وجهي بيتكون من ايه؟ eyes nose يعني انف. mouse يعني فم. ears يعني أذان، يعني أذن وأذن. ears. hair يعني شعر. color لون. use استخدم. write اكتب او يكتب. I يعني انا. have يعني يمتلك. I have يعني انا عندي. two eyes يعني انا عندي عينين. انا عندي عينين. لما احب يا اولاد اقول انا عندي اقول I have، واكتب الحاجة اللي انا عايز اقول ان هي عندي. I have a pencil. I have a pencil يعني انا عندي قلم رصاص. I يعني انا. like يعني احب. I like انا احب. I like a cat انا بحب القطة. I like a banana انا بحب الموزة. لما احب اعبر واقول انا احب اقول I like، بعد كده اكتب اسم الشيء اللي انا بحبه. I can يعني انا استطيع. I can. I يعني انا. can verb يستطيع. I can أنا أستطيع. I can
jump. I can jump. أنا أقدر أقفز. Jump يعني can run. I أنا can يعني أستطيع run يعني أجري. I can kick. I can kick. أنا I can يعني أستطيع أو أستطيع kick يعني أركل الكرة أشوط الكرة. favorite يعني مفضلة. toy يعني لعبة. toy يعني لعبة. food يعني طعام. food يعني طعام. colors يعني الألوان. colors الألوان. boy يعني ولد. girl يعني بنت. I am a boy. I am a boy. I يعني أنا. am يعني أكون. I am يعني أنا أكون a boy ولد. I am a girl. I am a girl يعني أنا أكون بنت. I am يعني أنا أكون a girl يعني بنت. I am 5 years old. أنا عندي 5 سنوات. I like يعني أحب. I like to play piano. I like to play piano. أنا أحب أعزف على البيانو. I like يعني أنا أحب. play يعني يلعب. verb بمعنى يلعب. لما جت هنا play piano يعني يعزف على البيانو. بمعنى هنا يعزف على البيانو. I like to play tennis. I like to play tennis. أنا أحب ألعب تنس. I like أنا أحب to play tennis ألعب التنس. play هنا جت verb بمعنى يلعب لكن I like to play piano هنا جت بمعنى يعزف على البيانو. ودلوقتي عايزين نعرف هل الكلمات دي هتتحفظ شفوي ولا تحريري. مش شرط ابنك يحفظهم تحريري، المهم ان هو يعرفهم شفوي لانه لما يتعلم يكتب ويقرا هيعرف يتملهم لوحده. هنلاقيه بيكتبه لوحده طالما حافظ الكلمه هيبدا يتملاها وهيعرف يكتبها. والكلمات هنلاقيها بتتكرر معانا في السنين الجايه لان في كلمات اللي احنا خدناها كلمات الاشكال كلمات الالوان كلمات كتيره متكررة معانا من KG1. ففي كلمات كتيرة هنلاقيها متكررة معانا في السنين الجاية، فما نستعجلش عليهم وما نضغطش عليهم ان هم يحفظوها تحريري، المهم ان هم يحفظوها شفوي. ونحاول معاه واحدة واحدة لغاية ما يتمكن ويعرف يقرأ ويكتب. بعد كده هنلاقيه بيعرف يكتبهم بكل سهولة. لو حد عنده اي سؤال يسيبها لي في الكومنت. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ذاكروا شابتر 1 عشان ان شاء الله هنزل لكم شابتر 2. بالتوفيق للجميع. جود باي.